السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك تمام؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. وياكم. بالنسبة يا شيخ، لو والدتي كانت مثلا بتصوم 13 و14 و15، طيب. ماشي؟ فصحت، كانت نايمة وصحت من النوم، يعني بتبص في الساعة كده، جالها مثلا شافت الساعة 3 إلا ربع، فكان لسه الفجر ما أذنش، في شربت مية ودخلت اتوضت وطلعت من الوضوء، بتبص لقت الساعة 4 وشوية، يعني معنى كده إنها شربت في مرحلة إن الفجر أذن. صيامها صحيح، صيامها صحيح. صومها صحيح؟ ايوه، بارك الله فيك يا شيخ، وفيك شكرا. وفيك، الله يكرمك.